منذ البداية وحتى خط النهاية. أما الآن فالكلمة تنتقل مشاهدين الكرام للزميل نايف البلوي ليواصل معكم بصوتي التعليق على الشوط الرئيسي الخاص بالثنايا القدم. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين. أيها الحبل الكريم مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة، وما زلنا متواصلين وياكم عبر هذه الإثارة والندية والمتعة هنا في ميدان التحدي في هذا المهرجان السنوي الكبير، المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني المستشار الخاص لأمير البلاد المفدى حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه. وهذه الرياضة العربية الأصيلة وهذا التحدي وهذه هي انطلاقة الشوط الرئيسي، الشوط الرئيسي للثنايا القعدان. الشداد الذهبي ينتظر الفائز الأول، فمن هو سعيد الحظ اللي يبي يحظى على هذه الجائزة الثمينة، الجائزة الكبرى التي تنتظر الفائز الأول. الشداد الذهبي ينتظر صاحب المركز الأول. بنشوف الآن النقلة على مقدمة الشوط ونشوف صاحب المركز الأول. هنالك السبع، السبع مشاهدين الأعزاء ينطلق الآن في أول المراكز للسيد راشد بن سعيد أبو وضحة يسيطر الآن في المركز الأول. نقلتنا على المركز الثاني، النقلة على المركز الثاني وهنالك أشيقر، أشيقر لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة الثاني ينطلق في ثاني المراكز ويرافقه المرعب ناصر بن مسفر الشهواني الذي يقوم بعملية تضمير الشيقر. النقلة على المركز الثالث، بنشوف هنالك بركان، بركان قادم بكل قوة، بركان في الشوط الرئيسي، بركان الذهب قادم، بركان لسعادة الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة الثاني، وينطلق المضمر علي بن حمد بن جرحب الذي يقوم بعملية تضمير بركان. نقلتنا على رابع المراكز، المركز الرابع هنالك براق، براق للسيد محمد بن سالم بن زايد المري الآن يسيطر في المركز الرابع. وخامس المراكز هنالك تدخل من إسعاف، إسعاف يتدخل في هذه اللحظات وينطلق في خامس المراكز لسعادة الشيخ سعود بن عبد العزيز آل ثاني ومحمد بن علي بن جرحب يقوم بعملية تضمير إسعاف لسعادة الشيخ سعود بن عبد لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني. نعم مشاهدينا الأعزاء هذه النتيجة ونداؤنا للخمس المراكز الأولى، ونعود بكم إلى مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، من يريد الشداد الذهبي، من يريد الكروزر البيك أب ينطلق إلى المقدمة وخط النهاية ينتظر والشداد الذهبي ينتظر. الله 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 على هالمقدمة، يا سلام يا سلام يا بركان، بركان ينفجر في هذه اللحظات، بركان غير الأمور، بركان ينطلق في المركز الأول لسعادة الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة الثاني، وينطلق ذلك المضمر علي بن حمد بن جرحب الذي يرافق بركان في الشوط الرئيسي. يا سلام، الله 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 الله، أشيقر في ثاني المراكز، أشيقر مشاهدين الأعزاء لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة الثاني، والمرعب ناصر بن مسفر الشهواني يقوم بعملية تضمير أشيقر. نقلتنا على المركز الثالث، النقلة على المركز الثالث، بنشوف اللي الآن يتسلل من الجانب الأيمن هنالك فشاخ، فشاخ وأول ندى لفشاخ لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد
بن خليفة الثاني وسعيد بن عبد الهادي الشهواني، ويتواجد بو عبد الهادي يتواجد في الشوط الرئيسي وينطلق مع فشاخ اللي الآن يتسلل إلى ثاني المراكز وعينه على المقدمة والعين على الشداد الذهبي، بينما هنالك رابع المراكز هنالك براك للسيد محمد بن سالم بن زايد المري يسيطر الآن في المركز الرابع. ونقلتنا على المركز الخامس هنالك عجلان لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم الثاني يسيطر الآن في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز الأولى ونداؤنا الثاني اتممناه على حضراتكم كاملة مكملة، ونعود بكم إلى الصدارة ونعود وإياكم إلى مقدمة الشوط. الله على الشوط الرئيسي، الله على شوط الذهب الشداد الذهبي، والكروزر البيك أب ينتظر الفائز الأول، وما زال بركان هو الأقرب حتى هذه اللحظة، هو الأقرب إلى الذهب. بركان ينطلق على أرضية الميدان، يا سلام يا سلام يا سلام يا بركان لسعادة الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني وعلي بن حمد بن جرحب الذي يرافق بركان. نعم مشاهدين الأعزاء، علي بن حمد بن جرحب الذي يرافق البركان، وهو الموهوب الموهوب في عملية التضمير كما يحب أن يطلق عليه. يا سلام يا علي يا بن حمد يا بن جرحب، الموهوب ينطلق مع بركان، ولكن هنالك فشاخ في ثاني المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني والسعيد بن عبد الهادي الشهواني، يريد أن يحقق الأماني ويريد الذهب والشداد الذهبي. وفي الشوط الرئيسي للثنايا القعدان، بينما هنالك النقلة على ثالث المراكز وهنالك أشيقر يسيطر في المركز الثالث، وينطلق أشيقر لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة الثاني، والمرعب ناصر بن مسفر الشهواني يقوم بعملية التضمير وينطلق في الشوط الرئيسي، بينما النقلة على المركز الرابع هنالك المركز الرابع عجلان للشيخ عبد الرحمن بن جاسم الثاني ينطلق الآن في المركز الرابع. وخامس المراكز من نصيب براك للسيد محمد بن سالم بن زايد المري، ولكن اسم جديد يتدخل ويخطف المركز الخامس. هنالك لفان لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة الثاني، وينطلق المشاغب محمد بن خالد العطية، وحذاري من لفان في الشوط الرئيسي، وحذاري من لفان الذهب. ولكن أعود بكم إلى مقدمة الشوط، يا سلام يا سلام يا سلام إلى بركان إلى بركان إلى بركان إلى بركان، وهذا العرض الجميل اللي قدمه بركان على أرضية الميدان. وينطلق بركان وحامل شعار الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة الثاني، وبرفقة الموهوب علي بن حمد بن جرحب الذي يتفنن مع بركان في هذا الشوط الرئيسي. الله يا بركان والخط بركان. مشاهدين الأعزاء ينطلق في المركز الأول، ويتبقى على خط النهاية 3 كيلومترات تفصلنا عن الذهب، تفصلنا عن الكروزر البيك أب. يا سلام يا بركان، الله 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 الله، بركان لسعادة الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة الثاني، والموهوب هو من يرافق بركان علي بن حمد بن جرحب. أيضا هنالك فشاخ يبيل متابعة، فشاخ يبيل مراقبة، يبيل متابعة شديدة فشاخ لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وسعيد بن عبد الهادي الشهواني الذي يرافق فشاق في الشوط الرئيسي، ويريد أن ينطلق إلى الكروزر البيك أب وإلى الشداد الذهبي. أي
ايضا هنالك المركز الثالث وعجلان للشيخ عبد الرحمن بن جاسم الثاني الذي يراقب الموقف من على بعد، والهدوء الذي يسبق العاصفة من عجلان، بينما أشيقر في رابع المراكز لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة الثاني وناصر بن مسفر الشهواني المرعب يقوم بعملية التضمير. الله 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 الله، لفان قادم، لفان يصل في هذه اللحظات للشيخ ثاني بن حمد بن خليفة الثاني، والمشاغب محمد بن خالد العطية يقوم بعملية تضمير لفان، ولفان بدأ يقترب، ولكن بشوف شيء خطير، شيء خطير في الصدارة. شو اللي يصير؟ شو اللي تغير؟ الله 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 الله، فشاق غير الأمور وانطلق إلى مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام يا فشاق، فالشيخ لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وسعيد بن عبد الهادي الشهواني. ويا اخوي يا ابو عبد الهادي ركز زين، الشداد الذهبي وين بتروح سلاماته؟ وين بيروح الناموس؟ الله، بركان بركان قادم، يا سلام، والالف والخمسمية متر، وتفصلنا عن الذهب، تفصلنا عن الشداد الذهبي، الكروزر البيك اب والذهب يلمع، وبعض العيون تبي تدمع دموع الفرح ولا غير ذلك. الله يا فشاخ، الله يا فشاخ، وبركان وهنالك عجلان، الله عليه المقدمة، ولفان قادم وشيقر قادم. يا سلام يا سلام يا سلام، ونحن قادمون للذهب، قادمون للذهب، ها هو شعار المضمرين، قادمون للذهب قادمون، والمرعب يقترب، ولكن بشوف المقدمة. يا سلام، فشاخ فشاخ ينطلق، ولكن هنالك شيء خطير يا احمد الحمادي يا اخوي. شوف شيقر، شوف شيقر، واشقر على اشقر، روح راح الى الناموس. يا سلام يا سلام يا اشقر، اشقر لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة الثاني، والمرعب ناصر بن مسفر الشهواني. لفان قادم، لفان قادم لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة الثاني، والمشاغب محمد بن خالد العطية. وحذرتكم من لفان، وقد أحذر من أنذر، ولفان غير وانطلق إلى الذهب، إلى الذهب وإلى الكروزر البيك أب. الله، فشاخ عاد، عاد للمنافسة، بسم الشيخ لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وسعيد بن عبد الهادي الشواني، ينطلق مع فشاخ، ولكن لفان، لفان ينطلق، لفان الذهب، لفان الخير، لفان الكروزر البيك اب. يا سلام يا لفان الجميل، لفان المتميز، والسبوق بيريح اعصابك، بيشتهر ويديح طاريه، لو تعشيه على ثيابك ما تضيع مروتك فيه. وهذا لفان اللي بيريح الاعصاب، هذا لفان اللي بيريح الاعصاب، خلاص يا المشاغب خلاص، لفان لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة الثاني، يحسم هذا الشوط الرئيسي، الشداد الذهبي والكروزر البيك اب، شوط لفان. تهانينا لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة الثاني، والى المشاغب محمد بن خالد العطية على فوز لفان في المركز الاول. المركز الثاني اشيقر لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة الثاني، المركز الثالث فشاخ لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، المركز الرابع عجلان للشيخ عبد الرحمن بن جاسم الثاني، المركز الخامس العمال للسيد سالم بن محمد ابو عرقوه المري. تهانينا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، نزفها الى جميع الفائزين في الشوط الرئيسي، والتهنئه موصوله لسعاده الشيخ ثاني بن حمد بن خليفه الثاني مالك لفان الذي حسم هذا الشوط من صالحه، وهو الشوط الرئيسي، والشداد الذهبي من صالح لفان والكروزر البيك اب. تهانينا لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة الثاني، وإلى المشاغب محمد بن خالد العطية الذي رافق لفان في عملية التضمير والعناية.
هنا التوقيت الزمني، لحظة وصول لفان إلى خط النهاية. قطع مسافة 8 كيلومترات بتوقيت زمني وقدره 13 دقيقة وثانيتين وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة الثاني مالك لفان، بينما الذي وصل في المركز الثاني أشيقر قدم عرض ممتاز يشكر عليه أشيقر. تهانينا لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة الثاني. التوقيت الزمني 13 دقيقة وثلاث ثواني وثمان أجزاء من الثانية. وتهانينا للمضمر ناصر بن مسفر الشهواني، بينما الذي وصل في المركز الرابع وصل في المركز الثالث عفوا الذي وصل في المركز الثالث فشاخ لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. تهانينا له على فوز فشاخ في المركز الثالث، والتهني للمضمر سعيد بن عبد الهادي الشهواني. التوقيت الزمني 13 دقيقة وثلاث ثواني 21 جزء من الثانية. تهانينا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نزف إلى جميع الفائزين في الشوط الرئيسي.